قلبي يطق يطق القلب القلب يطق يطق القلب دقات مليانة مليانة حب دقات مليانة مليانة حب دقت شوق ودقت غير دقت عاشق في حيرة دقت شوق ودقت غيرة دق ليه ودق الغيرة كل مرة نلقاه في درب كل مرة نلقاه في درب طبع يحب الماء طمع في الدنيا ما زال اللي طمع يحب الماء طمع في الدنيا ما زال يتغير حاله محال واللي في راسه موال ما يعرف معناه معناه الحب وكل مرة نلقاه في درب في شاب يجي يخطب لي انتي لا وانتي تكبري وانتي تكون زي اختي ما تحك في الدواء بري يمشي في ساعة شوفي بوك وانت ترضى في بنتك تتشوه صورتها لا انتي اعز بنت الدنيا وانت تقول انا جاي باش نخطب بنتك ايوه عمي خيري لما جاي خطبك قالك بنجي بنحط وبنقيم وبنرد هو لا حط ولا قام ولا رد تي قال لك انا ولدي مع الجاي للجامعة ومسكر تليفونات تشرب خطوة ولا شيء صار شبه البيعة علاش مش شاف يقطع عشب الساعة وانت ل 24 ساعة شددتي روشن زي المراهقة ورشاك نجمعتك انت الشبيبة المتقاعدين اللي سيب خلاص ريما اتفقنا هذا كلام شايبين وناس كبار يا قيد متفاهمين غدوة ان شاء الله يا ريما هذه حبيبة على التليفون وين يا حبيبة هاي سباح حبيبة 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 يا خالي قلبنا عليه الدنيا ما عاش لقيناه لين دهشنا من غير فايدة خايفة كان ما يدير حاجة في روحها باهي باه ها ريما انتي وين راح يشيني الكتير راح يشوف الشارع اللي وراه فيه ساع بري يسلم بنيتي هي 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 We'll be right back.
مستر لطفي؟ من هو لطفي؟ أنا همام طالب عندي. شنو هو طالب عندي؟ أنا ما نعرفش عليك. تعدى لي روحك، تعدى لي روحك عايشك. أنا حاجتي بحبيب. ولا شكل الموضوع الكبير. هيا استاذ لطفي هيك، هيا نوصلك. من هو لطفي؟ هيا نوصلك استاذ لطفي هيك. وصلني لحبيبة؟ إيه إيه. إيه عايشك. لحبيبة. عايشك. أحلي لي من حبيبة. هيا استاذ. حبيبة. يا حبيبة. باهي بسرعة خفي روحك هاي في أمان الله. الحمد لله يا ربي. عرفت على شو؟ أكيد ملف في المقبرة والخمس هكتارات متاع الغابة اللي خلف مصنع البومشي. سكر سكر أسمع واش تتصل بيا وامسح رقمي نهائي يا وجه الشوم. صبح يا بومة صبح. عمي صالح مرحبا نهارك زين شو الحال؟ مرحبا بك وين هالغيبه وين يا الله يبارك فيك. الحمد لله كيف امورك كيف حالك صحه سلمك. الحمد لله يا ربي وين هالقصه شنو والله الحمد لله درت عمليه على القلب وخذت تقاعد طبي ان شاء الله لا باس ان شاء الله لا باس عليك ان شاء الله لا باس اي والله شو حالك انت في صحتك والله لا باس الحمد لله تعرف يا عمي صالح نعم هيك ماشي على حالي تفكرت وجدت خاطري اني ندير جوله في المدرسه فنبي خش ندير فيها دور يا سلام المدرسة مدرستك لكن والله ما فيها حد تو يا ودي نهيك بندير دور ابروح تفضل الله ينور الله ينور ما شاور الله ينور انت رجل بركة يا عم الله يبارك فيك الله يحفظك سامحني هي سامحني لا فمن لا بالسلام نجي معاك يا لطفي باهي باهي تفضل Thank you.
عمي خير يا منور، ربي يحفظك يا عمي. بالله عليك تو لك بالله فكنا منها عمي خيري والشباني ويا حاج بوي بوي ابي يا ودي باه يا بوي منور منور. لا لا ما سمحش صامطه ما فيها سك وما صحش تعال يلا امبارح صاهر وعمل الخش كم ترقد يلا. قبل ما نرقد بنقول لك نكته على الاقل تحكي لجماعتك في القهوه ان شاء الله غير مش بايخه. صباح الخير يا ست الحبايب. صباحك مبارك يا والله نهارك كحليب يا ولادي يا غالي. الحمد لله على سلامتك. روحت يا غالي شنت بنديك فطيرك تو يا غالي. صحيت يا مامتي والله اللي افطرت ربي يحفظك. صحتين وسبع عوافي على كلابك. هيا سيدي قول هيا حق تفكر قالك زوش يا بيه يهدرزو مش قالة تتفكر لما مشانا انا وياك والحاج علي الله يرحمه لحوازة الحاج شعبان الله يرحمه تقال خيرك سميت لي 200 كلهم يا راجل طيرت للنية قال مرة شنت بيني نقول لك ماشي ناوي الحاج شعبان اللي طلع من التلاوية. والله لا عندي موضوع بنحكيه لك لكن خلي نزيد نخبسك في دماغي وبعدين نحكي لك عليه. هاي تشاو. هاي يا لطيف الشاي مر القهوة مرة الماكلة مرة الحياة مرة. يلا يا طلبة نبيكم تعربوني الجملة هذه. حين لا يكون للرحيل بديلا حاول أن تترك زهرة. الله ذكريات عمر في هالمدرسة. ياما ياما ساهمت في تخريج دفعات من الطلبة، خرجت أجيال كتيرة. يا محلى وجوه الطلبة وهم جايين للمدرسة يبوا يتعلموا ويبوا يستفيدوا. سنوات من عمري قضيتها في المدرسة. أني فرحان أني ساهمت، فرحان هلبة. الله غالب هذا نصيبي. مضطر يا أحلى مدرسة في الدنيا أني نودعك. يا رب يوفقكم. مع السلامة يا مدرستي. مع السلامة يا أحلى أيام عمري. أيوة محمود خير شن فيه؟ لا كنت ناخد في حاجاتك الحوش وحاجات خاصة. شن فيه؟ كيف؟ مندوركش اليوم من هادو؟ أمال ما مندور؟ محمود شن فيه؟ ما تسكرش علي رد علي. زعما يتجوز علي؟ مجنون يديرها؟
الواحد لما يشوف قائمة الأصدقاء في النقال طويلة ولو يبي واحد منهم ما يلقاش. نمشي لتونس بلكش يكون وضعين اسمي في القوائم ممنوعين من السفر ونحصل. نمشي للصادق أحسن حاجة أيوة عند استراحة خارج بيته، لكن بلكش تطلع الدوة من صغارة وعيالها يعرفوني ويستغربوا. فندق أيوة فندق فندق، بس حتى الفندق مرة تنقى حد يعرفني غادي. نمشي للشرطة طول ونسلم نفسي ونبات عندهم زعماء. ايوه يا ريما، والله عييت منها الدسكه المخبشه يا ريما، يا والله العظيم شب ندير ونتشروا زي العاده. انا والله الا زحمه زحمه تعرفي في العمل، وقسم بربي ما نقدر نسيب مكاني. خلاص كان في حاجه كلميني. هاي هاي بالسلامه بالسلامه. هاش كيف حالك بتفطر؟ هاي بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب يا كريم. حاج. نعم. ينعم عليك ويرحم والديك يا ابو صغاري وعشرة عمري وسندي يا تاج راسي يا ابو العيل. انت منو؟ انا شارك جاهز للمصيبه. تبي الحق الحق الحق. إيه؟ هما اثنين مش واحدة. راح يا حق. لطيف. أيوة هاتي ما عندك سرة. هذاك لطفي لبس المنجوه الشادلي وطلع من تفرج الحواوة، طلع يا بابا وخلى الحوش مفتوح عليه، وبنتك وبنيتها طالعين هنا من الصبح يلودوا عليه يدوروا فيه. مش مشكلة سيورهم يلقوه. با هات التانية. والتانية يا بابا بنتك هذيك اسمها ريحان، راجلها طلع وخلاها بروحها، لا محوايجة ولا قال لها قداش بنقعد ولا بنعط ولا بنجي معجها. وبنيتك البارحة راكدة في حوشها بروحها، وبنيتك شاكة فيه اللي هو واخد عليها. هذا خبر مليح يجيب جلطة، معناها بنويتك الزوز
طالعين يدوروا في رجالتهم كل واحدة على طريقتها. بالله عليك شن تقول حياة الحاجة رحمة الله عليها وعلى سيد المسلمين؟ تعيش وترحم. هي أمي الله يرحمها واسم الله عليها كانت تقول اللي عنده لبنان عنده الهم للممات. معناها